شفته ده، الجهد الكبير والأمل اللي احنا بنديه لنفسينا والبلدنا على ان احنا بنتحرك وحنتحرك وحنكبر وحنزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. انا بس حقف قدام عند حاجة وارجو ان انتوا متزعلوش مني. المطار اللي هو التكملة 450 مليون جنيه بتوع الترمك، مش الترمك ده عرضه 60 متر في طول 4 كيلو، مش الممر كده؟ طيب بس استنى عليا، مش هو كده 450 مليون جنيه كتير؟ ادي واحد. ثم سنة عشان نعمل حقل الطيران ده؟ لا 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 لا، انا بتكلم كلام بجد. اذا كنتوا انتوا عايزين تحسسونا ان احنا بنتحرك بالمعدلات المطلوبة، مش المعدلات العادية، ما ينفعش الا 6 شهور، مش سنة، 6 شهور كتير. بقول ده عبارة عن حقل طيران بنعمل ارض، مش كده يا فندم ولا ايه؟ مش كده؟ لا احنا بنتكلم ليه؟ عشان يبقى اللي احنا عملناه ده كمان يبقى مستكمل بالظبط. ثم ال 450 مليون جنيه كتير قوي. نجيب الشركة اللي هتشتغل من فضلكم تبدأ شغلها لغاية لما ندبر الفلوس، لكن احنا هندبر الفلوس الأول وبعدين نعمل ال، لا 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 مفيش وقت. احنا بنتكلم على 4-5 شهور نكون عملنا ان شاء الله، طبعا نكون عملنا حقل الطيران ده عشان يبقى كده المطار بتاعنا جاهز. دي ارجو ان ده يعني لا يقلل من اللي انتوا عملتوه، بس احنا بنقول ان المعدلات اللي احنا محتاجين نشتغل بيها عشان ندي الامل لنفسينا وللمصريين مش هتنفع المعدلات الطبيعيه، ومش هتنفع الاسعار الطبيعيه برضو. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، بنقول يا فندم من فضلكم اللي بيشتغل معانا دلوقتي وقت العطاء لمصر، اللي بيكسب قبل كده اي مكان مكسبه قلل، عشان ايه؟ عشان حجم الجهد والانتاج اللي احنا بنعمله ضخم جدا، لان اللي احنا عايزين نعمله كبير قوي. طب هنعمله ازاي؟ احنا عايزين كل يوم، وانتوا هتشوفوا ان شاء الله معانا كلنا حجم العمل اللي اتعمل واللي هيتعمل خلال الايام والشهور القليله القادمه. محتاجين نشتغل كتير ونتحرك كتير عشان المطلوب كتير، وعشان لما بنقول للمصريين في امل حقيقي، لا في امل طبعا، انت عندكم شك ولا ايه؟ احنا ناجحين وهننجح بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا ناجحين وهننجح، وهتشوفوا ان شاء الله المينا الغردقة، وهنشوف حاجات تانية كتير. احنا بنبني وهنبني ولازم، بس مش هقول شوية صبر، لا شوية ثقة مع الصبر. دي نقطة مهمة جدا احنا محتاجين واحنا شغالين نقولها دايما لنفسينا. محدش عمل اللي انتوا عملوه، مش انتوا يعني، احنا المصريين اللي عملوه المصريين كبير قوي قوي. اسمحوا لي اقول لكم حاجة صغيرة، يعني في حادثة صعبة قوي حصلت في مدرسة في دولة مات فيها 141 تلميذ، قتلوهم 9، دخلوا على المدرسة وقتلوا 141 تلميذ، غير الدولة التانية اللي كان فيها رهائن مش عارف ايه. انا لما بقول الكلام ده مش بفكر الناس عشان اخوفها، لا انا بقول الكلام ده وبلح عليه عشان لازم تكون قدام عينينا. المصريين ما بيخافوش، ولو كانوا بيخافوا ما كانوش يتحركوا وعملوا اللي هم عملوه في 30/6. لا ما بيخافوش، لكن احنا بنفكر نفسينا عشان دايما دايما الكتلة المصرية واحدة ما تتفككش. كل اللي بيتحرك عارف كويس قوي، واسمحوا لي اقول لكم انا بكلم كل المصريين، اللي بيتحرك مخوفة قوي الكتلة دي. اقول حاجة كمان، ومخوفة قوي ان الكتلة دي تبقى ورا حد. ما هو اصل طب هنعمل ايه؟ مش عارفين نفصل بين المصريين، ادي واحد. طب عايزين نفصل بين المصريين واللي هم اختاروه، ينفع؟ لا 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 لا، هو ده الخطر اللي انا بنبه عليه. كلنا باختلافنا، باختلاف ارائنا، باختلاف توجهاتنا، اختلفوا زي ما انتوا عايزين في الكلام،
وفي الفكر وفي الاعتقاد كمان. لكن اوعى ابدا حد يخلينا نختلف على بلدنا ابدا، ما ننقسمش ابدا. ما حدش هيقدر على مصر طول ما اهلها كتله واحده. ارجو ان النقطه دي احنا كلنا اعلاميين وسياسيين ومثقفين ومفكرين ومواطن مصري عادي وشباب مصر العادي يحططها في دماغه. طول ما انتوا كده ما تقلقوش على بلدنا. عايز اقول لكم على حاجه، انا ما كنتش مرتب بصراحه كلمه، يعني ما فيش حاجه اسمها نظام، فيش حاجه، في حاجه اسمها مصر، دوله مصريه. الشعب المصري ينتخب، يجيب الرئيس، يمسك دوله واقفه على حيلها، مش نظام كل شويه يتغير ولما يتغير نقول عايزين. لا 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 لا، هي دوله مصريه، مؤسساتها، اعلامها، قضائها، شرطتها، جيشها، كلها على بعض بتشتغل عشان خاطر بلدها مش عشان خاطر حد. يتغير الحد يجي حد تاني يكمل بالدوله المصريه، يكمل بالدوله المصريه مش بحد تاني. مهم قوي ان احنا ننتبه للكلام اللي انا بقوله ده. انا عايز اقول لكم محدش هيقدر يرجع مصر ورا. مش يعني مش كلام بنقوله كده عشان طيب خاطر الناس. هو انتوا مش واخدين بالكم انتوا عملتوا ايه ولا ايه؟ انتوا غيرتوا الدنيا كلها. يبقى في حد هيجي غصبا عن المصريين يقول انا. هو ما حدش اتعلم ولا ايه؟ هو الناس الاربع سنين اللي فاتت ما علمتش حد؟ ما علمتهمش ان ما تقربش. مش عشان انا همنعك، عشان الشعب هيمنعك، مش كده ولا ايه؟ انا ما بمنعش حد، لكن المصريين هم اللي هيمنعوا، هم اللي عينيهم على بلدهم، خايفين عليها. احنا خايفين على بلدنا كلنا وهنحافظ عليها. وكمان لو عايزة ان احنا نموت عشان خاطرها نموت عشان خاطرها. فانا بس عايز اقول بمناسبة الافتتاح ده حاجة كده لسه كتير ان شاء الله، في شغل كتير بيتعمل وحيتعمل، وفي امل كبير لينا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل الامل ده مبني عليكم انتوا يا مصريين، على العمل والثقة والصبر، العمل والثقة والصبر. ثم محدش من فضلكم يفرقكم عن بعضكم ولا يفرقكم عن حد تاني. كتلة واحدة مع بعضنا، ومحدش يخش بيني وبين المصريين. بقولها للآخر بقى، محدش يخش بيني وبين المصريين. شكرا جزيلا.